بسم الله الرحمن الرحيم. في محاضرة اليوم سوف نقوم بقراءة في ترجمة الأنسة بريل، وهي قصة قصيرة للكاتبة كاثرين مانسفيلد، وهي ترجمة خلف سرحان القرشي. رغم أن الجو كان بديعا، إلا أن قطعة ذهبية كبيرة من الضياء أشبه ما تكون بسائل أبيض رش فوق المنتزه. الآنسة بريل مسرورة كونها ارتدت معطفها الحراء، الهواء ساكن، ولكن بمجرد أن تفتح فمك فإن رعشة تعتريك مثل تلك الرعشة التي تحسها عندما تهم بارتشاف جرعة من كأس من الماء المتجمد بين فينة وأخرى. بين فينة وأخرى تتهادى بعض أوراق الشجر التي تهب بها الرياح آتية بها من لا مكان من تحت أديم السماء. رفعت الآنسة بريل بيدها لتلامس معطفها، ذلك الشيء الصغير العزيز. شعرت بالمتعة في أن تتحسسه ثانية. لقد أخرجته من الخزانة ظهر ذلك اليوم، نفضت عنه المصحوق المضاد لعثة الملابس، فركته جيدا بالفرشاة، مما جعل منظره يشيب الحياة التي تتألق الآن في عينيه الصغيرتين الباهتتين. ما الذي يحدث لي؟ هذا ما تخيلت بريل. عيني المعطف الصغيرتين الحزينتين تقولانه: أوه كم هو جميل أن ترى الآنسة بريل تلك العينين الصغيرتين للمعطف، وقد أطبقتا عليها عبر الثقب الأحمر. لكن أنف المعطف لم يكن ثابتا كما ينبغي. لا بد أنه تعرض لضربة، يجب أن يعطي طرقه بطريقة ما. لا يهم، إنما يأتي الوقت فإن قليلا من الشمع يوضع عليه كختم فقط عندما يكون ضروريا. أوه أيها الفرس الحرون الصغير، نعم هذا حقيقة ما شعرت به نحوه. حقا كان معطفها مثله مثل فرس حرون صغير يعبث بذيله عند أذنها اليسرى، بوسعها نزعه ووضعه على حضنها وتمثيله. رغبت بذلك، شعرت بوخز في يديها وذراعيها، ظنت أن ذلك من جراء مشيها. عندما استنشقت بعض الهواء فإن شيئا مضيئا وحزينا، لا ليس حزينا تماما، شيئا لطيفا يتحرك في صدرها. هناك الكثير من الناس في المنتزه ظهيرة ذلك اليوم، إنهم أكثر من الذين كانوا هنا الأحد الماضي. الفرقة الموسيقية تعزف أنغاما أعلى وأكثر، ابتهاجا لأن الموسم قد بدأ. الفرقة تعزف كل أحد طيلة العام، ولكن في غير الموسم فالعزف مختلف. الفرقة حين ذاك أشبه ما تكون بشخص يعزف لتستمتع إليه عائلتي فقط. لا يهم كيف يكون العزف إذا لم يكن هناك غرباء يستمعون. أليس قائد الفرقة مرتديا معطفا جديدا؟ الآن سبريل متأكدة من أنه جديد. القائد أشبه بمن يحك قدمه، إنه يرفرف بيديه مثل ديك يوشك أن يصيح. أعضاء الفرقة جالسون فوق تلك المنصة المستديرة الخضراء التي تعلوها قبة، ينفخون في الآلات فتمتلئ وجناتهم وتتوهج وجوههم. يظهر ذلك جليا في منظر خدودهم ووجناتهم بينما هم يحملون في النوتة التي أمامهم. حتى حان الآن وقت العزف على آلة الفلوت. عزفت مقطوعة قصيرة، سلسلة من النغمات الصافية، كانت واثقة من أنها ستعاد ثانية، وحدث هذا بالفعل. رفعت بريل رأسها وابتسمت. شخصان فقط شاركاها الجلوس على المقعد الطويل المميز، رجل طاعن في السن أنيق في مظهره، يرتدي معطفا من المخمل، يداه قابلتان على عصا مشي كبيرة تزينها بعض النقوش، وبرفقته امرأة مسنة
جلست بجانبه منتصبة القامة، وفوق مأزرها المطرزة لفة صوف لم ينبسا ببنت شفا. وكان هذا محبطا للآنسة بريل الطواقة دوما للمحادثات. أصبحت في الحقيقة خبيرة تماما في استراق السمع بطريقة خفية لا تبدو معها أنها تسترق. هذا ما جال ببالها آنذاك. إنها خبيرة أيضا في الغوص في حياة الآخرين من خلال تلك اللحظات القليلة التي يتحدثون فيها وهم على مقربة منها. اختلست نظرة إلى الزوجين العجوزين، لعلهما ينصرفان الآن. الأحد الماضي لم يكن ممتعا كما هو الحال عادة. أتى رجل إنجليزي عجوز يعتمر قبعة مفزعة برفقة زوجته التي تنتعل حذاء له أزرار، وقضت معظم الوقت تتحدث عن الكيفية التي يفترض أن تضع بها النظارة التي تفكر في شرائها. كانت متأكدة من احتياجها لها، ولكنها تؤثر عدم اقتنائها لاعتقادها أنها سوف تنكسر ولن تبقى لها لتنتفع بها. كان الزوج صبورا جدا، اقترح عليها كل شيء: النوع المحاط بالذهب، النوع الذي يلف حول الأذنين، لبادة خفيفة داخل جسر النظارة الذي يوضع على الأنف. لا لا لا، لا شيء يعجبها إزاء كل مقترح. كانت تقول: ستنزلق من على أنفي. كادت الآنسة بريل أن تصيح عليها مؤنبة إياها. كبار السن يجلسون عادة على المقاعد الطويلة، ثابتون مثل التماثيل، لا يهم، فهناك دوما آخرون بوسعها مراقبتهم، حيث يجيئون ويذهبون أمام مساكن الزهور ومنصة الفرقة، يقدمون فرادى أزواجا وجماعات، يتوقفون للحديث، يحيي بعضهم بعضا، يشترون حفنات من الزهور من ذلك الشحاذ العجوز الذي ثبت صينية أزهاره على السياج. أطفال صغار يركضون بينهم، يأكلون ويضحكون، وثمة أطفال أصغر منهم سنا يرتدون شرائط حريرية بيضاء تحت ظهورهم، وثمة أيضا بنات صغيرات وفتيات فرنسيات كالدمى مكسوات بملابس مخملية مزركشة. فجأة يندفع طفل صغير مشاكس يترنح مقتربا من الحفرة التي تحت الأشجار، يتوقف يحملق وسرعان ما يرتطم بالأرض، ويظل مطروحا هناك إلى أن تهرع أمه الشابة الحريصة بخطى سريعة إلى نجدته وتشتمه وكأنها دجاجة تلاحق صغارها. أناس آخرون يجلسون على المقاعد الطويلة والكراسي الخضراء، ولكنهم دائما نفس الأشخاص الذين يأتون كل أحد، لا تكاد تميز أحدهم عن الآخر. السيدة بريل لاحظت أن هناك قاسما مشتركا يجمع بينهم، شيء ما مضحك يتعلق بمعظمهم، كانوا أشبه ما يكونون بالدمى. الصمت يستحوذ عليهم، غالبيتهم عجائز، شاب فيهم الزمن، يحدقون بطريقة تجعلهم يبدون وكأنهم آتون للتو من غرف صغيرة حالكة الظلام أو حتى من خزائن مغلقة خلف القاعة المنصة. هناك الأشجار النحيلة تسقط أوراقها الصفراء، ومن خلال تلك الأشجار يظهر شريط من البحر، وفي الخلف تظهر السماء الزرقاء محملة ببعض السحب المتشحة بعروق ذهبية. تم 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 تايدل تم هكذا عزفت الفرقة الموسيقية. أتت فتاتان ترتديان الأحمر، وقابلهما جنديان في لباس أزرق، ضحكوا جميعا، وأخذ كل منهما بذراع واحدة منهما ومضيا لحال سبيلهما. امرأتان قرويتان بقبعتي ريش مضحكتين
حتى بالجوار، وهما طقودان حمارين جميلين بلوني الدخان، راهبة وقورة شاحبة الوجه، شاحبة الوجه مرت مسرع بالقرب منها. قدمت أيضا امرأة جميلة، سقطت منها حزمة من البنفسج، سمة صبي صغير يركض ليلتقطها لها، أخذتها منه وقذفت بها بعيدا كما لو أن تلك الحزمة قد سممت. يا إلهي، الآنسة بريلا تدري عما إذا كان من الأجدى أن تعجب بذلك أم لا؟ الآن امرأة تعتمر قبعة نسائية من فراء الفاطم، ورجل يرتدي ملابس رمادية، يتقابلان وجها لوجه أمامها مباشرة. كان طويلا وقورا تعلوه السيمياء الكبرياء، أما هي فكانت مرتدية القبعة الفراء التي ابتاعتها عندما كان شعرها فقط أصفر، أما الآن فكل ما فيها شعرها وجهها وحتى عيناها بنفس لون الفراء الباهت، وكذلك يدها المندسة في طباش المنظف والتي ارتفعت لتربت على شفتيها، وكأنها براثن حيوان صغيرة ضاربة إلى السفرة. أوه، كانت المرأة مسرورة لرؤية الرجل، شعرت بالغبطة، كانت شبه متأكدة من لقائه ظهر ذلك اليوم. وصفت المرأة كل الأماكن التي سافرت إليها هنا وهناك عبر البحار، أليس النهار فاتنا؟ ألا يعتقد ذلك؟ لكنه هز رأسه، أشعل سيجارته، وببطء أخذ منها نفسا عميقا ونفثه في وجهها. وبالرغم من أنها كانت مستمرة في حديثها وضحكها، إلا أنه رمى بعود الثقاب بعيدا ومشى. الآن قبعة فراء القاطم وحيدة، ابتسمت بمرح أكثر من ذي قبل، ولكن حتى الفرقة بدا أنها تعلم حقيقة شعورها، وعزفت بنعومة ولطف أكثر، وقرع الطبل. يا ترى ما الذي يجب عليها عمله؟ ما الذي سوف يحدث الآن؟ وبينما الآنسة بريل تتساءل، فقد عادت تلك المرأة لرفع يدها، كما لو أنها رأت شخصا آخر أكثر لطفا على مقربة منها، يهمهم، يترنم بمقطع من أغنية. وغيرت الفرقة شيئا من عزفها للمرة الثانية، يتم العزف الآن بشكل أسرع وبابتهاج أكثر من أي وقت مضى. الزوجان اللذان كانا يجلسان بجانب الآنسة بريل على المقعد الطويل نهضا الآن وصارا مغادرين. كم هو مضحك ذلك الرجل العجوز ذو السالفين الطويليين، والذي كان يتمايل مع الموسيقى ويمشي متعرجا، حتى كاد أن يضرب من قبل أربع فتيات يمشين بمحاذاته. آه، كم هو ممتع ذلك الشعور، كم استمتعت به، كم أحبت الجلوس هنا لتشاهد كل شيء. الأمر أشبه بمسرحية، نعم، إنه يشبه المسرحية تماما. من يسعه الاعتقاد أن السماء التي في الخلفية ليست سوى لوحة مرسومة؟ الآن سابريل لم تكتشف ما الذي جعل الأمر كله على هذا المقدار من التشويق، حتى أتى ذلك الكلب الأسمر الصغير يركض سريعا وبشكل مهيب نحو المنطقة التي أمامها، ومن ثم قلل من سرعته تدريجيا وعاد من حيث أتى، مثله مثل كلب مسرح تم تخديره. لم يكونوا فقط مجرد متفرجين، لم يكونوا يشاهدون فقط، بل كانوا يمثلون. حتى هي كان لديها دور تؤديه، ولذلك تأتي من أجله كل يوم أحد. لا شك أن ثمة من سيفتقدها فيما لو غابت ذات مرة، حضورها جزء من المشهد،
كم هو غريب حقا إنها لم تفكر في الأمر على هذا النحو من ذي قبل، رغم أن ذلك هو الذي يفسر حرصها على بدء انطلاقتها أسبوعيا من منزلها. وفي نفس الوقت، كم لو كانت حريصة على ألا تتأخر عن الأداء. ذلك يفسر أيضا لماذا تشعر بالخجل والغرابة عندما تخبر طلبتها في مادة اللغة الإنجليزية كيف تقضي ظهيرات أيام الأحد. لا عجب في أنها كادت أن تطلق ضحكة مدوية، إنها فوق خشبة المسرح، تفكر في السيد العاجز والذي تقرأ له الصحيفة 4 مرات ظهيرة كل أسبوع بينما هو نائم في الحديقة. ألفت منظر رأسه على مخدة القطن، ومنظر عينيه الغائرتين، وفمه المفتوح، وأنفه المقروص. لو قدر له الموت فقد لا تلحظ ذلك لعدة أسابيع، ولن تلقى له بالا، ولكنه فجأة تذكر أن هناك صحيفة تقرأ له من قبل ممثلة. رفع رأسه الذي اشتعلت شيبا، وارتعشت نقطتاه عينيه الهرمتين. ممثلة؟ ألست ممثلة؟ وبدأت الآنسة فريل تتلمس الصحيفة بيدها. الصحيفة برقة كما لو كانت مخطوطة تحمل نص دورها في المسرحية، وقالت باللطف: نعم، إنني ممثلة منذ زمن طويل. أخذت الفرقة قسطا من الراحة. الآن استأنفت العزف الذي يتسم الآن بالدفء والتفاؤل، رغم أن فيه شيء من، ترى ما هو ذلك الشيء؟ ليس حزنا؟ نعم، ليس حزنا، شيء ما يولد لديك رغبة في الغناء، شيء ما يولد لديك رغبة في الغناء. ارتفعت النغمة، ارتفعت أكثر، لقد شع الضياء. بدل الآن سبريل أن الجميع عما قريب فيصدحون بالغناء كلهم، كل الصحبة، الرفاق، الفرقة، وكذلك الزوار، الشباب منهم، الضاحكون منهم، الذين كانوا يتحركون مع بعضهم البعض، كلهم بلا استثناء سيشرعون في الغناء، ومعهم أصوات الرجال التي يكون فيها عزم وتصميم، والآخرون الذين على المنصة سوف يأتون ويغنون في مسايرة لطيفة، مسايرة بسيطة، مسايرة جميلة جدا تتحرك. امتلأت عينا السيدة بريل بالدموع، ونظرت مبتسمة لكل الأعضاء الآخرين، لجماعة الفرقة المفترضة. نعم، لقد فهمنا، لقد فهمنا، فكرت في ذلك، في الذي يكون قد فهموه وهي لا تدري عنه شيئا. عند تلك اللحظة قدم شاب يافع وفتاة، جلسا حيث كان العجوزان جالسين. كان يرتديان ملابس جميلة جدا، بدا انهما عاشقان لبعضهما، البطل والبطل، وصار للتو على يخت والده. الان سبريل ما زالت تغني من غير صوت، وما زالت ايضا محتفظه بتلك الابتسامه المرتعده، وبينما هي كذلك ارخت العنان لاذنيها لتستمع الفتاه تقول: لا، ليس الان، ليس هنا، لا استطيع. ويسألها الشاب: ولكن لماذا؟ أبسبب ذلك الشيء القديم الغبي القابع هناك؟ وأضاف: لا أدري، لماذا تأتي دوما إلى هنا وحيدة تماما؟ من يا ترى يرغب فيها؟ لماذا لا تبقي خلقتها الغبية الحمقاء تلك في البيت؟ وقالت الفتاة مقهقها: كم هو مضحك معطف الفراء الذي ترتديه، إنه يشبه سمكة قد بيضاء مقلية. وفي همس غاضب قال الشاب: دعك منها. وأضاف: والآن يا حبيبتي، ألا تسمحين لي بي؟ لا لا، ليس هنا، ليس الآن. في طريق عودتها للمنزل اعتادت بريل شراء قطعة من الكيك، إنها تجد في ذلك متعة كل أحد. أحيانا تجد في قطعتها حبة لوز، وأحيانا لا. إن ذلك يحدث فرقا كبيرا. إذا وجدت فيها حبة لوز فتكون كمن جلب لبيته هدية صغيرة، شيئا صارا،
ليس موجودا هناك، كانت تزرع الخطى في أيام الأحد التي تجد في قطعتها حبة اللوز، وتقدح عون الثقاب معدة إبريق الشاي على عجل، غير إنها اليوم مرت من عند المخبز، تجاوزته دون أن تتوقف عنده، تسلقت الدرج الموصل لبيتها ودخلت الغرفة الصغيرة المظلمة، غرفتها التي تشبه الخزانة المغلقة، وجلست على الفراش المحشو بالزغب. جلست هناك لوقت طويل. الصندوق الذي أخذت منه معطف الفراغ كان ملقي على السرير، فكت مقبضه بسرعة، وبسرعة أيضا ومن دون أن تنظر ألقت بالمعطف داخلي، وعندما أطبقت عليه الغطاء تهيأ لها أنها تسمع شيء ما يصرخ. نبذة موجزة عن كاتبة القصة. كاثرين مانسفيلد، مواليد 1888 وتوفت في عام 1923، كاتبة بريطانية كتبت قصص رمزية قصيرة عن حياة الناس اليومية ومشاعرهم الداخلية، وتشبه بالكاتب الروسي أنطون تشيخوف في تملكها لناصية الكتابة في مجال القصص القصيرة. وتعد معظم كتاباتها دراسات عن الطفولة مستقاة من تجاربها الشخصية في سنواتها الأولى. عندما كانت في ولينغتون بنيوزيلندا، وقد اتخذت من نفسها ومن شخصية أخيها نماذج أو رموزا لشخصيات قصصها، وقد عانت كثيرا من داء الضرر، وقضت معظم وقتها بين المستشفيات والمصحات. هيك عملنا قراءة في ترجمة ميس رول الآنسة إبريل للكاتبة كاثرين مانسفيلد. إذا أعجبتكم هذه المحاضرة، دوسوا في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم.